فيك تقلي بنظركم شو هي أسباب الأزمة الفعلية يلي نحن هلأ واصل لها البلد؟ شو أسبابها؟ بناء على شو؟ علما أنه هي تراكم لمجموعة أزمات، بس شو هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير خلينا نقول وصلتنا لها؟ بالتراكم بس عمليا طبيعتها هاي الأزمة شو هي؟ أنه ما بقى في دولارات بالبلد. ليش ما بقى في دولارات؟ لأن الدولارات كانت تجي على البلد من وين؟ تجي من تحويلات اللبنانيين خارج لبنان، وبشكل أساسي الموجودين بالخليج اللي عندهم قدرة شرائية عالية ومدخرات فبيعطوها على لبنان، ولبنانية أفريقيا، يعني هيدا هول المكانين اللي كانوا مصدر للتحويلات. في ما يسمى استثمارات خارجية أكثر بالعقار، كانوا يقوموا فيها أجانب يشتروا عقارات تحديدا كمان خليجيين، وفي المال السياسي اللي كان يجي للأطراف السياسية بلبنان واللي مصدرها كان بشكل أساسي الخليج وإيران. اوكي هيدا نحن، بس نحن ليش بحاجه لهذه الدولارات؟ لانه نحن بلد ما بننتج شيء، في حدا قرر، او مش حدا، واحد مجموعه سياسيه اللي حكمت البلد من 92 انه هذا البلد مش لازم ينتج شيء، هذا البلد بيبعت شباب لبرا وصبايا ريعي وخلص، بيبعتوا لنا دولارات، نصدر شباب وصبايا بيبعتوا لنا دولارات، ونحن بنستورد كل شيء وما بننتج شيء. لو وصلنا لمحل انه عندنا عجز بالميزان التجاري سنويا يفوق 16-17 مليار دولار، هو لازم يجوا من شي محل، كانوا عم يجوا من هاي المحلات. اللي صار انه من سنة 2011 المنطقة بلشت فيها حروب، فالدول اللي كانت تعمل يا مال سياسي يا الموجودين فيها عندهم فوائد يبعتوها على لبنان بلشت تخفي كثير، سعر البترول نزل، فبالتالي امكانية انه اللبنانيين اللي برا يدخروا قلت، فبلش يجف النبع اللي عم يسقي هالمنظومة اللي هون. لحد ما وصلنا ل 2016 كانت أزمة كتير كبيرة، ما هون بلشنا موضوع الهندسات المالية اللي هي عمليا شو؟ حوافز عالية جدا للبنوك، روحوا جيبوا دولارات من برا وخدوا سجلوا أرباح مهولة. شو عم صار بهذا الموضوع؟ اشترينا وقت، ما حلينا المشكلة، دفعنا كلفة عالية جدا حتى نشتري وقت. اليوم مفعول هاللي صار بال 2017 راح ورجعنا نفوت بنفس الموضوع. اليوم حتى الوقت اللي وصلنا له، حتى شراء الوقت صار كتير يعني نادر، وكلفته عم تزيد أعلى وأعلى لحد ما نوصل لوقت ما حيعود عندنا حتى القدرة على شراء الوقت. وبالتالي بهذا المسار الحل بهذا المسار، لا بس عفوا خليني تفضل، في شيء كتير مهم هون، إنه بهذا المسار من 2011-2016 واليوم شو عم يصير بمجتمعنا. أنا بهيك يعني سهيلة بيه، كنت عم بحكي مع صديق من امبارح على التليفون، هذا الصديق عنده مؤسسة عمره فوق 25 سنة وناجحة جدا. قلت له شو أخبارك، كيف أحوالك، كيف الأشغال؟ قال لي يا صديقي أنا من هون لأربع خمسة شهور كون بالحبس. يعني إنفلاسه، يعني كون بالحبس، استعمل هيدا التعبير. قال لي بين مصاريف المؤسسة تبعي وأقساط الجامعة تبع أولادي وبيتي على الإسكان، الأرجح أنا بكون بالحبس بعد أربع خمسة شهور. عم نشوف شو عم نحكي عن المجتمع، شو عم بيصير فيه. هيدا الكلام بالمال وهندسات مالية وكيف بتجي الدولارات وكيف بتروح، هيدا شيء منه معزول عن الحياة اليومية تبع الناس. هلا اكيد معني مباشرة بالحياة تماما اليومية تبع. وهيدا له علاقة كمان، لانه كل ما تقدم كل ما الحماوة بالمجتمع حتصير اعلى، وممكن يؤدي الى ازمات امنية يا عفوية يا مفتعلة. شو يعني ازمات امنية؟ يعني ساعة الناس ما معها تاكل بتنزل على بعضها، بتاكل بعضها بالشارع بكل بساطة. ساعة الواحد ما معه يدفع أجار بيته، بده يكب عيلته برا لأنه أجار البيت بالدولار. إيه بس خليني أقول لك إنه نحن هلأ بوقت في كتير ناس ما معها تاكل، ونحن هلأ بوقت في كتير ناس مش قادرة تدفع أجارات بيتها. يعني أنت هلأ عم تبشرنا بوقت رايحين فيه، لأنه قلت لي قبل شوي الآتي أعظم، رايحين إلى ما هو أبعد من ذلك. إذا نحن ببداية الأزمة مش بنهيتها، نحن ببداية الأزمة مش بنهيتها. كتير مهم الكلام اللي تفضلت فيه، عطونا شو الحلول برأيك، شو رؤيتكم للحل؟ نحن ما كتير الواحد يقعد ينتقد ويكتب ضد السلطة ويعتبر ما في دولة ويعتبر ما في حكومة ويعتبر يعني كل هودي يعتبر كل هودي كلهم، بس شو الحل؟
يعني اليوم ما هو الحل ما بس الحل المنطقي اللي ممكن يتنفذ، مش الحلول الخرافية اللي ما بيقدر واحد يوصل لها. يعني ما هلا شو الخرافي وشو المنطق، كمان المنطق موضوع نسبي يعني. بس خلينا نقول شغلة، اليوم بطلت المشكلة تقنية انه بنعمل هيك بصير هيك. اليوم المشكلة عميقة لدرجة لا يمكن ان تحل الا بالسياسة، بخيارات سياسية، يعني بخيارات سياسية انه نعمل دولة فعلية، انه ما فينا نضل حاكمين ست سبع زعماء وهن عمليا شبكة توزيع لمنافع من المصاري اللي بتجي برا، هن بس شغلتهم يوزعوا هاي المنافع، لانه بطل عم يجي شيء من برا فبطلوا قادرين يوزعوا، فبالتالي ما حيقدروا يستمروا. لازم تقوم دولة فعلية عمليا، اللي قلته من شوي، لازم يكون في حكومة انتقالية لناس بتعرف وعندها القدرة وعندها الحرية بعلاقاتها بالداخل وبالخارج.